اسيب المنتخب دلوقتي وفي فضول واخدني. انت راجل وانت جاي النادي الاهلي نجم النجوم، وانت من اللعيبه القليله اللي في مصر اللي كان فيها خناقات اهلي ولا زمالك والحكايه دي كلها. جيت النادي الاهلي ما كملتش مشوار كبير، ليه؟ والله يعني ناس كتير اكيد ما كانتش تعرف الموضوع ده، يعني يمكن الناس القريبه بس اللي تعرفه. انا كان عندي مشكله في التجنيد، ونادي طلائع الجيش طلب ان انا اطلع اعاره، فكنت انا ساعتها بلعب اللي هي بطوله الكونفدراليه اللي الاهلي خدها، كنت بلعب في مصر بس. فلما جه المهندس محمود طاهر طلب من الناس في نادي الجيش ان يحللوا المشكله عشان اقدر اسافر، نادي الجيش رفض وقالوا ان احنا عايزين اعاره. عظيم. بعد كده كان الاتفاق ان انا اروح اعاره سنه واحده، وبعد كده يتحل المشكله. بعد كده طبعا مش مشكله حقهم يعني، ماشي تمام. بعد كده طبعا نادي الجيش رفض ان هو يرجعني تاني نادي الاهلي، فكملت، فبقيت مضطر ان انا اكمل. حلو. ما عرفتش ترجع بقى النادي الاهلي بعد كده؟ لا خلاص بقى، ما يعني هو لا، هو كان المفروض ان انا بطلع سنه اعاره ويتجدد الاعاره. لما جه مارتن يول مسك الفرقه طلب ان انا ارجع يعني، ورحت اتمرنت وتمام وخلاص كل حاجه. جه نادي الجيش رفض وكملت. انا بكلمك بقى على انتهاء الفتره دي، هل الاهلي فكر او طلبك تاني في اي مرحله؟ كان في لا فرصه؟ لا لا، ما كانش في فرصه بقى، لا خلاص. انت حضرتك عارف برضو طبعا، انت لعيب في النادي ومشيت دلوقتي، يعتبر مش اكيد مش هيدفع فيه فلوس تاني، خصوصا ان هو انا ما كنتش رايح فري. وبعدين في واحد دخل مكانك كمان. بالظبط. يعني وبعدين التشكيله بقت كمان مليانه لعيبه. كمان الفتره اللي بعد انا ما طلعت اعاره، ما شاء الله كان في لعيبه محترمه يعني، فيها. كان جه طبعا السوليه، وجه اكرم، ففي وحمدي تقريبا بعدها بشويه برضو. فانت بتتكلم لعيبه برضو ما شاء الله امكانيات محترمه ومميزين في مكانهم. وطبعا كان كمان ساعتها الميزه في الناس دي ان هي جت ومعمل لهم ضجه، فكده كده مش هينفع ان انت تجازف حد ويجيب حد عشان تجيب لعيب مثلا شويه الناس مش بتتكلم عليه او الاضواء مش مسلطه عليه. يعني مثلا السوليه سافر والاهلي جابه، اكرم عمل مشكله مثلا مع نادي انبي عشان يمشي، حمدي نفس الموضوع. فالناس كانت باينه ان هي شاريه النادي والكلام ده، وانت عارف الحاجات دي طبعا قدام الجمهور بتاثر وتفضل مسمعه مع الناس طبعا. ولو فده الفرق يعني، الفرق مثلا انت لعيب مش دايما في الاضواء وبتتكلم كتير عن النادي والكلام ده، بيبقى شويه حقك يعني جاي عليه شويه. في لعيبه بتعرف تعمل ده ولعيبه لا؟ كتير طبعا، كتير طبعا. في لعيبه بتفضل في انديه بالخمس والست سنين ما بتلعبش تقريبا 10 ماتشات. بس هو شويه بيعرف يسوق لنفسه، بيسوق لنفسه. والصفحات طبعا دلوقتي بقى لها دور كبير بتاع الانديه والصفحات الكبيره اللي بتدفع لها فلوس، في حاجات كتير دلوقتي في مصر. في لعيبه بتعمل كده؟ تعرف لعيبه بتعمل كده؟ في لعيبه كتير. في لعيبه كتير. حلوه الضحك. كتير طبعا. في لعيبه كتير. طب انا عايز اسالك والله، معلش انا عندي برضو فضول في القصه دي، يعني اللعيب بيبقى عايز ايه من الصفحات دي؟ يعني عايز يعمل ايه؟ يعني مثلا في بعض اللعيبه كانت عارفه ان هي هتمشي من النادي مثلا، فاول تفكير بيعمله ايه؟ هو عايز يفضل في النادي طبعا، نادي الاهلي. خلاص الاهلي ناوي يمشيه، اهلي او زمالك. فانت انديه كبيره وانت طبعا انت قاعد مستقر، ما بتلعبش وكل حاجه، بس انا بقبض كويس ومستقر ودايما في الاضواء ولا مع نادي كبير. خدنا بطوله، هيتقال ان انت خدتها، ما خدتش بطوله انت الدنيا معاك مستقره وزي الفل. تمام. فمش عايز يمشي. فبتيجي موضوع سهل جدا بصفحه كبيره موجوده على اعلان في اي قناه مع اي سمسار تبعه، النادي المنافس بيفاوضه. وعرضنا عليه 20 مليون 50 مليون مش طب هو اساسا عندك مش هيفيدك في حاجه، فانت ما تسيبه يمشي عادي. فالناس بقى بتخاف من النقطه دي طبعا في مجالس الادارات، يقول لك هيروح النادي المنافس لو استغنيت عنه، ولو راح وتالق هيبقى هو المجلس ده كله عنده مشاكل. بالظبط. والجمهور يخش يقول انت ازاي تسيبه للنادي المنافس. هي بقى هم بيلعبوا على الفكره دي. وطبعا انت بتشوف بقى الارقام دلوقتي، يعني لعيبه مع احترامي يعني ايه بتاخد 50 و60 مليون يعني. وما ينفعش الارقام دي.